الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مرة أخرى في دروس المنطق الاستقرائي وكيف نستفيد به أو نطبقه في العلوم المختلفة. تعالوا كده نسترجع مع بعض الاستقراء التام، إيه اللي بيفرق بينه وما بين الاستقراء الناقص أو الاستقراء الآخر اللي إحنا كنا المفروض نتكلم عليه. إحنا بنقول هنا إن إحنا طبعا يعني استرجاع للي إحنا كنا بنقوله، إن بنعد هنا حاجة حاجة، وعشان كده هنا مش بعمل قفزة. ليه مش بعمل قفزة؟ يعني أنا هنا بقول عدد الطلاب 30، عدد الحاضرين 30، فمنطق إن كل حاضر، يعني أنا عارف إحصاء ده وعارف إحصاء ده، إذن ما عنديش أي نوع من أنواع الخلل أو الاستنتاج الاحتمالي اللي يقول لي إن في نسبة خطأ عندك. كل اللي أنا هفترضه، آسف، كل اللي أنا هجيبه من الواقع بيتساوى مع العدد الأصلي فبيظهر في النتيجة. وده يخلينا نقول إن الاستقراء التام يتساوى كده مع الاستنباط. ليه بقى؟ لأن أنا اللي أنا بفترضه في المقدمات خلاص في الاستنباط بينزل في النتيجة، هنا برضو الموجود في المقدمات نازل في النتيجة دون أدنى أي احتمالية، يعني نازل كده كده يقيني بنسبة 100%، ولذلك وهنا بيتشابه مع الاستنباط، وفي نفس الوقت أقدر أقول إن هو يفتقد القفزة الاستقرائية. يبقى في عيبين مهمين جدا او نقدين مهمين جدا، وده هسميه النقد الذي وجه الى الاستقراء التام عن ارسطو. ولذلك اقول ان الاستقراء التام عند ارسطو لا يصلح كمنهج علمي. ليه حضرتك؟ لانه بيتعامل مع حاجات بتتعدى بس، اما الاستقراء الناقص ما بيتعاملش كده. تعالوا نشوف بقى الاستقراء التاني اللي احنا اصلا شغالين عليه من البداية ان هو لا يجوز عده، ودي مثال تقليدي بتاع المعادن، ان الحديد يتمدد بالحرارة. طبعا الحديد معدن يتمدد بالحرارة، وادي النحاس برضو بيبقى معدن يتمدد بالحرارة، وادي الالومنيوم معدن يتمدد بالحرارة. فبستنتج، خلي بالك انا جايب حاجات كلها من الواقع، فبستنتج تلقائيا ان كل المعادن بنسبة كبيرة مالها بتتمدد بالحرارة. ومن هنا اقدر اقول ان حضرتك اللي انا بعمله ده اسمه قفزة استقرائية. يعني قفزة استقرائية؟ يعني بعمل حاجة اسمها تعميم استقرائي، وده بيفيدني بعد كده في عملية التنبؤ لو انا عايز اتنبأ بحاجة. يبقى اذا هنا دايما لما باخد عينات وبعمل عليها تجارب عشان احكم بيها على النتيجة، فده معناها ان الحكم اللي فيه كل ده معناها حكم احتمالي. ليه بقى احتمالي؟ لان العينات دي مش كل المعادن، وبالتالي انا حكمت على كل المعادن من خلالها، فانا عملت قفزة، ودي بنسميها قفزة استقرائية احتمالية، يعني تحتمل القوة والضعف فيما بعد هنتكلم عليها يعني. ويبقى كده احنا فرقنا ما بين الاتنين، ان الاستدلال ان الاستقراء التام والاستقراء الناقص دي مع حاجات تعد، دي مع حاجات لا تعد، دي لا يصلح منهج علمي وتعرض للنقد انه بيتشابه مع الاستنباط ويفتقد القفزة الاستقرائية، لكن هنا بيصل الى التعميم الاستقرائي اللي دايما بيبقى فيه القفزة الاستقرائية. تعالوا بقى نخش كده في قصة تانية، قصة الاستدلال والحجة. واحنا قلنا ان الاستدلال اصلا كده كده هو الانتقال من المعلوم للمجهول، ويعني حضرتك كده لما اقدر، يعني انا عايز ابسطها لكم عشان تبقى لازقه في مخك بشكل كويس، ان الاستدلال دي اللي بنتقل فيها من الحاجه اللي انا شايفها قدام عينيا لاستنتج حاجه مش عارفها، ودي بشكل بسيط جدا. اما الحجه بقى دي هي برضو الاستدلال اللي بنتقل فيه من المعلوم للمجهول، ولكن بيبقى فيها اثباتات اكتر، يعني مقدمات اكتر من خلالها بقدر اثبت قوه الحجه بتاعتي، او بمعنى اصح ببدا اثبت قوه الافتراض بتاعي او لا. ولذلك هنا بتلاقي لو جه سالني في السؤال هنا بيقول لي الاستدلال يختلف عن الحجج، فبقول له طبعا الاجابه خطا. ليه؟ لان الاثنين يستخدما كمعنيين مترادفين. طبعا انا برتب الدروس او برتب الشرح زي ما انا عايز، مش شارح الاول كده معنى المنطق وبعد كده بيتقسم الى الاستدلال، يعني مثلا استدلال استنباطي واستقرائي،
الفكرة كلها انا ماشي باخد الحاجة اللي تخدمني بس عشان خاطر مش بمشي بالترتيب يعني المقصود. فهنا الاستدلال يختلف عن الحجج يستخدمها بمعنيين مترادفين يعني الاثنين بيتساووا مع بعض. وزي ما احنا قلنا ان الاستدلال والحجج حاجة واحدة تقريبا. ليه؟ لان الحجج هي برضو الانتقال من المعلوم او من المقدمات للنتائج. المهم ان بيبقى اثباتاتها بتبقى اكتر. عشان كده مثلا حتى في الذكاء اللغوي اللي ما خدنا في علم النفس يقول لك دحض او ابطال، دحض او ابطال الحجة بالحجة. زي بالظبط كده الناس المحامين بيقفوا قدام القاضي فلازم يدللوا بحجج يعني بأدلة وبراهين كتيرة يقدر من خلالها يصل الى النتيجة. فخلينا نقول ان الاستدلال والحجج هنبدا نتكلم عنهم هنا بقى. هنبدا بدل ما نقول كلمه استدلال هنقدر نقول مثلا ان الحجج ده التطوير بتاع الاستدلال عشان يبقى اكثر دقه شويه. فهنقدر يعني مجازا نقدر نقول كده. فنقدر نقول هنا في عندي حاجه اسمها الحجج الاستنباطيه وعندي حاجه اسمها الحجج الاستقرائيه. الحقيقة ان احنا لازم نتفق على حاجة ان الاستنباط كده كده هتبقى نتائجه لازم تبقى يقينية. ليه يقينية؟ لان حضرتك دايما مقدماته تشكل او مقدماتها بقى الحجج الاستنباطية تشكل مقدماتها تشكل اساسا حاسما يعني يقينيا. بص بقى حضرتك بغض النظر عن الواقع يعني بيعتمد على العلاقة. تمام. يبقى يشكل مقدماته أساسا حاسما لإيه؟ قال لصحة نتيجتها يعني بيعتمد على. طبعا زي ما احنا قلنا ان اللي هيبقى في المقدمات هينزل في النتيجة بغض النظر عن الواقع يعني بيعتمد على العلاقة ما بين المقدمات والنتيجة. يعني مثلا هفترض افتراض كده اي كلام في اي كلام كل مثلا يعني لان احنا ممكن نفترض في حياتنا اليومية هقول مثلا كل الولاد حزلقوم. عارفين طبعا الشخصية الشهيرة. وهقول مثلا ابراهيم انا افترض ان واحد صاحب ابراهيم ده هو كده كده طبعا ولد. فهقول يبقى كده ابراهيم ماله حزلقوم. ايه يا مستر الكلام اللي بتقوله ده؟ ولا اي كلام. احنا بنقول الافتراضات دايما قبل التأليف. فانا يهمني فيها ان اللي في المقدمات ينزل ترتيبيا في النتائج. ولذلك هقدر اقول ان الحجج الاستنباطية يتم تقييمها. بص حضرتك كده بقى تقييمها يتم من حيث انها صحيحة او غير صحيحة. يعني ايه صحيحة؟ يعني حضرتك الترتيب اللي موجود في المقدمات انا شلت المتشابه بينزل لي في النتيجة فبينزل زي ما هو كده يعني معناها صحيحة. طيب بس ده يا مستر ليه ما اقولش صادق او اقول كاذب؟ قال لي لان هنا احنا اتفقنا من الاول ان الاستنباط معناه افتراضيا. فانا ما يهمنيش اللي انت هتقوله ده هيبقى صادق ولا هيبقى كاذب. عشان كده بقول ان ابراهيم هينزل هنا حزلقوم هينزل هنا فالشكل كده شكلا تبقى حجة صحيحة. لكن اللي جوه ما يهمنيش يبقى صادق ولا كاذب. ولذلك هنا بحط كلمة محتم. يعني ايه محتم؟ يعني ضروري. يعني ايه ضروري؟ يعني يقيني ان كل اللي فوق لازم ينزل تحت والشكل يبقى صحيح ومفيش خلاف على ذلك. اما بالنسبة للحجج الاستقرائية نتائجه دايما بتبقى احتمالية لان دايما انا باخد عينات. ولذلك هنا بنقول ان مقدمتها بص بقى حضرتك لا تشكل مالها اساس حاسم يعني دايما بتبقى احتمالية. طبعا ليه بقى هنا بغض النظر عن الواقع؟ لا لانها تعتمد على الواقع وليست العلاقة. ماليش دعوة المقدمات والنتيجة شكلها عامل ازاي. انا يهمني دايما ان المقدمات فعلا صادقة ولا لا عشان النتيجة تطلع على اساسها. اديني مثال كده. لو قلت مثلا محافظة القاهرة تستخدم الانترنت او تستخدم النت ومحافظة القليوبية تستخدم النت ومحافظة مثلا الفيوم بتستخدم النت يبقى اذا انا من غير ما ابتدي افكر كتير هقول ايه؟ بنسبة كبيرة جدا ان كل محافظات مصر يعني الجمهورية كلها تستخدم حضرتك الايه؟ النت. ده معناه ان هنا لازم احط كلام مهم جدا ربما محتمل مرجح.
ولذلك مرجح بنسبة كبيرة ان كلام حضرتك ده هيبقى قوي بنسبة عالية او هيبقى ضعيف بنسبة عالية. عشان كده هنا التقييم بتاعي، الحجج بتاعي هنا لما بقيمه بقيمه من حيث انه ايه القوة، وبقيمه من حيث الضعف. ليه؟ لان حضرتك هنا وكل ما زاد عدد المقدمات الحجة بتاعتي طبعا بتزيد قوة، كل ما قلت عدد المقدمات طبعا الحجة بتاعتي بتزداد ضعف. عشان نبقى احنا عارفين كده ان زيادة عدد المقدمات هنا بيؤثر، لكن زيادة عدد المقدمات هنا لا يؤثر. تمام؟ يبقى حضرتك خدنا مع بعض الحجة الاستنباطية والاستقرائية، وعرفنا دي مقدماتها تشكل اساسا حاسما، دي لا تشكل اساسا حاسما. ونتمنى ان شاء الله ان حضرتك برضو تكون استفدت معانا. شكرا لكم، وان شاء الله نتابع في الحلقة الجاية باقي الحجج وتداخلياتها مع بعض كده، يعني الخلطة بتاعتها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.